صباح الفل. بصوا بقى، يوم الجمعة بقى والطقوس يوم الجمعة، بصوا الزرع سبحان الله، يعني تقلب الفصول الأربعة خلى الدنيا داخلة في بعضها، ومش احنا بس اللي ملخبطين، حتى الزرع نفسه يعني مش قادر يواجه الحياة. يلا خلينا نشوف كده جانب إيجابي كده ونقول الله ايه الجمال بتاع الصبح. انا بحب اشوف المشهد بتاع الشروق ده قوي، يومكم جميل كده. يلا نصلي على النبي النهارده كتير جدا، واستغفار استغفار، وقراءة الكهف وطقوس يوم الجمعة نبدأها أول حاجة نفوق. بصراحة أنا عايزة أبطل القهوة جدا، لأني ما بقتش تفرق مع دماغي خالص، فقلت بقى أشرب بقى كافي ميكس، نسكافيه، أي حاجات اللي هي البسيطة بتاعت الناس الفرافير شوية دول. فقلت بقى إيه، تن 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 دي هتصحي البيت كله دلوقتي. يلا تمام، المهم ان احنا نشرب النسكافيه. انا كنت الحقيقه بقى ناخد ايه بقيت مطلعه كتاب كده عندي، حليه الاولياء، اكيد في ناس تعرف. استنوا كده نجيب البسكويت ده. نروح بقى اوضتنا ونتكلم معاكم واقول لكم بقى كلمتين مهمين جدا جدا نفسي اقولهم بصراحه. هو البسكويت ده كان ناشف شويه عشان كان فيه بندق شوكليت تقيله، فمش عارفه اقدر اكملها ولا لا. المهم تعالوا بقى بينا ايه، نروح نقعد في المكان اللي انا بحب اقعد فيه بقى، مصحفك اجندتك، يلا بينا. المهم انا بحب اقعد هنا قوي. في قريت فيه عن علي بن بكار قال صاحبته ابراهيم بن ادهم، وكثيرا ما كنت اسمعه يقول: يا اخي اتخذ الله صاحبا وزار الناس جانبا، في كتاب اسمه حليه الاولياء. وكنت امبارح منزله كده مقطع صغنن، اكتشفت ان هو كده جزء من فيلم او مسلسل جديد كان في رمضان، فكان الولد فيه طفل صغير كده بيقول انا حلو جميل. فقعدت كده افكر مع نفسي اقول اه فعلا انا حلو جميل، وانا احلى حاجه في الدنيا، الواحد جميل لابعد الحدود. تخيلوا كم الاذى اللي احنا بنشوفه والحقد والنفوس الخبيثه، وبرضه لسه قادر تحافظ على كونك طيب ومسالم، ومش عايز حد يعني حتى ان انت تحاول ترد أذية بأذية، ولا يجي على بالك انك تتعامل مع الناس بنفس معاملة غيرك وطبعك. طبعك ويعني أصلك وطبعك وتربيتك غالبين على كل القرف اللي انت بتشوفه حواليك. فالحمد لله على نعمة ان الواحد قلبه لسه أبيض، لسه سالك كده، وقادر يتعايش مع نفسه، وقادر يتجاهل الأذى اللي بيحصل حواليه. فانت حلو جميل. وانا عايزة اقول ان احنا مش جايين الدنيا عشان كده، احنا جايين الدنيا عشان يعني حاجات مهمة قوي، عشان نعبد ربنا، عشان ناكل ونعيش ونتبسط يومين ونعيش في سلام. انا نفسي لما اقابل ربنا سبحانه وتعالى اكون كده، مش عايزه اخش بقى في صراعات مع الدنيا، ولا ان انا سباقات مع حد، ولا اكون الاولى على العالم وسبع قارات، ولا ابقى احسن حد، ولا مناصب، ولا الكلام ده. انا عايزه ابقى احسن من نفسي القديمه بتاعت زمان وبس. عايزه اخرج من الدنيا دي نظيفه واقابل ربنا على نظيف، لا اظلم حد ولا اكره حد ولا احقد على حد، ولا اكل حقوق حد، ولا افتري واستوى على حد، ولا اكسر بخاطر حد، ولا اتمنظر واعيش الدور على خلق الله. انا عايزه اخرج منها نظيفه كده. حاجه كده حسيتها، حسيت ان انا عايزه اقولها لكم في يوم جمعه جميل زي ده. ويومكم جميل ان شاء الله، وجمعه مباركه عليكم جميعا، وصباح الفل.